مرتاح. دقيقة. مرحبا اللي نقول. الله يسلمك. حالك عساك طيب؟ 14 في ليلة 15 يعني في عالي سما. خلاص خلاص. نبدأ. شلونكم طيبين؟ إيش قاعد تسوون؟ عدل معكم؟ إيش لعبتكم؟ يا ولد الحياة بسيطة. الحاجة أم الاختراع. ما عليك تمشي دام تمشي مشها. ها وش ذا؟ وش ذا؟ يدي محمرة من اللعب قبل شوي خبط. بالله. مجدولين. تهجني بجيبها تهجني بجيبها. بخر بخر بخر. جبتها وش لي؟ ها؟ جبتها وش لي؟ أنا عاد رحت عشا. عشا برا المطعم ما جبتها. ما مطعم مطعم. جبتها. يلا دقيقة في حاجة مهمة. احنا طبعا عندنا فقرة اختلف واتفق. حلو. لكن في امر مهم جدا اللي هي الاوراق ما جبتها. برجع اجيبها. عاد اسمع اللي تجيبها. بدا بجيبها واجيكم. خلاص راح اجيبها. تعال. وش سالفه؟ الاوراق حقك تختلف واتفق. كيف تختلف واتفق؟ انت تختلف ولا تتفق؟ ما اسمع. انت تختلف ولا تتفق؟ انا بين هذه وهذه. وش الاكثر؟ الاكثر اختلف. حلو. ترى المختلف شيء كويس جدا. اليوم انا كويسه. حلو انك تكون مختلف على العالم. اليوم الاسئله زينه والله. اما مع العرب كلهم مع الهبه. ايوه خطا مو حلو. انفرد. خليك شيء خليك شخص. تجي اسئله حتى لو اقول اللي يقول اختلف. راح اختلف في كل شيء. كل ما تقول شلونك اختلف. اختلف. ضايق اليوم. اختلف. انت تكون سجلت من شيء مهم. انت المهم الله يطول عمرك. طول عمرك. الله اكبر عليك. ايه كنترول. اعطيني نقاط في الفقره ذي. بوزعها. صدق عليها نقاط. ها؟ لا مو نقاط. عليها ريال تعالي. اسمعني. بلا اهم شيء الناس كويسه وتعطونا مزجه. زايد بن سابر والله العظيم اني من الناس اللي احبه. زيد اختي والله لبقى. ولا اني اقول علشان نقاط ولا شيء. جعل من جابك والله ما حبيت الا اللي يحبك. يسعد الله. انا كنت ابوك الحلال شفته وصلت. دقيقه ابوك الحلال لكن يوم شفتك خلاص. هذا من حلال غير؟ لا من زايد. زايد نبي من حلال. لبى والله قلبك. زايد عندي لك هديه. تكفى تكفى المخلوق. يلا تدرون على فكره طرطه ان حلال غير مسوين خصم 15% متابعين قناه الواقع. هذا الشغل. أبو والله قلبك. فرار عليك فرار ما تجي. إي والله. لا عاد يطلع كثر. أحرجون الشباب الله يطول عمرهم إن شاء الله. زايد. وزع يا كيلا. أتبخ أم أختلف. يلا وجه حطها هنا لهن. طيب قول لا إله إلا الله صلى على النبي. واحد المكان الربع. اسمعي ولد كلنا نجلس نحله. خلونا ناخذ نعطي. وزعها يا حمد الهنت. وزع على الشباب. بس يدي هنا. تبي مجموعتين يا زايد ولا؟ اها زايد هذه مجموعتين ولا كلنا بطل؟ عليه زايد. ها طبعا زي ما قلت لكم حلانا غير مقدم خصم متابعين قناه الواقع 15% على منتج ملاف بيكان. الله يعطيهم العافيه ولا يهينهم. وعندهم بعد ترى 15 طرف في الرياض. ف زين انتم كيف متحملين الحر هنا انتم؟ الحر كلام رجال. احنا نتحمل هذا الشيء. نعم اعلامي تفهم. طيب كل مع ورقه الربع. طيب اتمنى انكم تجلسون وتركزون في الأسئلة. حلوين شباب. هناك في صوت إذا ما عليك ممر بس من واحد يجلسه. طيب بسم الله نتوكل على الله. أول شيء يقول يجب إرضاء جميع من معي في العمل لأعيش بيئة جميلة. إيش رأيكم؟ طيب دقيقة قبل أنا أبيكم تجمعون في الكشنين. ناس هنا وناس هنا. افضل على الشاشه. فاللي هنا في النص واللي وراء اذا ما عليهم امر يروحون يمين يسار. عشان الجمهور يشوف عشان تختلف ولا تتفق. ما يقدرون ياخذونك الحين. خله لا خلص عاد سوي. ليش؟ ايوه عشان عقب ما اخلص على خشمي. نعم اتفق. مهند حبيب قلبي يمين ولا يسار؟ طيب.
صوت يا شباب الله يسعدكم. يجب إرضاء جميع من معي في العمل لأعيش بيئة جميلة، وش رأيكم؟ يجب إرضاء جميع من معي في العمل لأعيش بيئة جميلة، يعني اللي معك في العمل لازم ترضيهم كلهم. ليش يا سلطان تتفك؟ رضا الناس غاية لا تدرك، هذا أول شيء. حلو. ثاني شيء، قد يكون اللي معي في العمل هذا وهذا بينهم تاتش، ما أنا بقادر إن رضيت هذا زعل هذا وإن رضيت هذا زعل هذا. المقصد إنك أنت ترضيهم من نفسك أنت. أنا عن نفسي يكونوا كلهم راضين عليك. أنا بقدم اللي أشوف إنه صواب، رضا زين على زين، ما رضى يدق راسه في الجدار. هذا وجهة نظر. نعم. حلو. طيب نبي وجهة نظر مضادة. أنا عبد الله. ليش؟ قلبي ليش تتفق؟ حزيلة. هل المفروض إنك كل من معك في العمل ترضيهم؟ صح إنه صادق إن رضا الناس هاي لا تدرك، ولكن أنا راح أحاول. ليه؟ الحين أخويا ذولي كل أبوهم، ما أرضى إن واحد منهم يزعل مني، فهمت؟ حلو. إيه، فأنا إذا رضيته فكأني مرضي نفسي، فهمت؟ أقولك شيء عبد الله، من اللي بيقدر أزعل منك؟ سام؟ من اللي بيقدر أزعل منك؟ أنا. ما أتوقع حد يقدر. لا 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 لا. طيب. ليه الحلاوة دي؟ يقول دائما أسامح من يخطي علي. دائما أسامح من يخطي علي. هنا هنا ماشي. ليش تتفق يا أسامة؟ كل من يخطي عليك سامحته؟ نعم، من جاني وتعذر سامحته. كل من يخطي عليك سامحه ولا لازم تعذر؟ لا لازم تعذر. لازم تعذر. نعم. طيب نفسي. بس أنا أبو سابر. سعود ليه تخطي؟ أوكي، هالاعتذار أحياناً الشخص يتقبل. حلو. لكن مو كل اعتذار على ما قال إنه نتقبل. أوكي، ممكن إنه يجي يعتذر مني بقول أوكي عادي الأمور طيبة. لكن هل أني أنا أرجع وأخاوي الشخص هذا؟ لا. يعني ما أنت يعني سعود إنسان ما يسامح؟ لا أنا سامح، أنا سامح، لكن مستحيل إني شلون أطيح بالحفرة مرة ثانية. يعني ما تلدغ مرتين يعني. يعني ما تنسى. ثف. يعني رجال ما يبي يلدغ مرتين. ثف. يعني مستقبلا في البرنامج إذا صارت مشكلة بينك وبين أحد مستحيل إنه يرجع بعد المشكلة زي ما هو قبل. لا. ها. أوكي أنا بسامح. المسامحة هي واجبة. أنت تقول أنت بتسامحة بس ما راح يرجع غلاه زي قبل. لا المسامحة واجبة على كل مسلم، لكن على ما قال يعني ما ودك أنت مثلا إنه الخطأ يتكرر وتشيل خاطرك عليه وتكرهه بزيادة، فأنت هنا تبغض الشخص. وصلت. طيب أبي الأول حتى لو على حساب غيري. شنو شنو شنو؟ أبي الأول حتى لو على حساب غيري. زايد وضح السؤال. ابغى الاول واضح او ابغى خلينا نقيس على البرنامج. واضح لا مو بعد. ابي الاول لو على حساب غيري. زايد انا معك. ايش رايكم؟ عندك عندك يا زايد حساب غيري كان يبغى اخذ حقه ومو بالحق الاول. لا ما ليش تخلص. زايد صل على النبي. اللهم صل على محمد. ما هو ركز على اطمر السؤال يا زايد. اداء تصويته عالي. انا ما ابغى صل على النبي. يقول لك الله عرفت. انت تبغى الاول على حساب غيرك ولا لا؟ لا. ليه؟ لانه هو اللي يتعب، هو اللي يشقى في النهايه. انا اجي اخذها بردا مبرده، ما بتكون فيها لذه. انت ما ادري ما فهمتني ولا لا؟ لا فهمتك شارك. فهمتك يعني اذا الحين لو انا بتكلم الان لو اني في البزنس وخذيت الاول بس على حساب من؟ على ظهر اخوياي. اخوي على حساب غيرك، كلهم منافسين لك. لو خذاه سلطان بعد على حسابكم، ولو خذاه محمد بعد على حسابكم. على حسابنا بس من ناحيه ايش تقصد؟ يعني انه لا ولا يعني كيف على حساب؟ طيب. يعني هو زايد مذكر. زايد ليش تتفق؟ عملت الجواب بس اي ما يفهمها يا عيال. الصوت الله يسعدكم. اي ما يفهمها. خلوا الجمهور ورا الشاشه يسمع. اخونا مذكر. ابوي ايه ومطاليق ولا فيهم ردي، وان خذيت الاول فكان هم اللي ماخذين. صحيح، هذا الشيء الاول. فانا ما عشت معهم وفيهم احدا حاقدا علي ولا زعلان علي ولا اني ايش حاقدا عليه. يعني ما اذكر عادي يعني تاخذ الاول على حساب غيرك. كيف يعني على حساب؟ انا يعني انت اخذت الاول. انا بتضرر مثلا. ليه يوم تضرر؟ بيتضرر؟ لا كيف يتضرر؟
ما اذكر ايش حالك. الله يعافيك. ساك طيب. الله يسلم. طيب انت قول سؤالي بعد. احب اعيش الحزن لحالي. ايش؟ تتفق او تختلف؟ ايش؟ احب اعيش الحزن لحالي. تتفق او تختلف؟ أتفق. ليه تختلف؟ انا؟ ايه؟ لان لازم ان يكون هناك شخص يحس بمشاعرك اللي انت او بمشاعر الحزن حتى تفضفض له حتى يخفف عنك الحزن. من هذا الجانب انا اختلفت. يعني اذا انك حزنت لازم ما حد يحزن. نعم نعم. لا مو لازم يحزن معي، لازم اشكي له اللي عندي. او مو بكل شخص، بس شخص تثق فيه يخفف، يجد لك حلول، يخفف عنك الحزن. هذا المقصد. طيب عبد الله ليش تتفق؟ عبد الله عندي يا زوي انا جعل اختلف طال عمرك، لكنك ما ركزت صوب. لا انت كنت تقلبها قبل شوي. احط يعني اتفق على كلامه، انا مع المودة طال عمرك. يعني انت مع كلامه؟ نعم، يوم شفت كلامه اقتنعت الصراحه. يعني غيرت عشان كلامه؟ نعم، بس يكون قريب مني. ما نعم نعم، مو باي شخص، شخص قريب مني. انا ابي واحد يتفق. ارد عليه انا زايد. ليش انا من طبيعتي طال عمرك مو بالحزن، الحزن والهموم والامور كلها حلو. وجهت نظر طال عمرك اني ما دام الحزن فيني ما بي طبيعي ان اللي يحبني لا شافني حزين بيحزن. فانا اذا ما قدرت اسعاد اللي جنبي ماني برايح انكد عليه واخليه يحزن، مثل الاخ ولا الام ولا الاب ولا الصديق. خل حزني لنفسي وفرحي لغيري. حلو. طيب خشمك. ابغى اتزوج في اسرع وقت. اتفق. نعم نعم. ماني وايد اتفق. كل ليه تختلف؟ احنا مجموعه الموضوع. انت اللي تختلف. توهق. احس ما مستعد حاليا، يعني الفتره ذي ما احس باقي، يعني بعد ان شاء الله كم سنه. حلو. للواحد ياسس نفسه، الواحد يشتغل شوي على نفسه بعدين ان شاء الله. الله ولا الزواج ما حد يعيفه. طيب انا بشوف الناس. حمد ليه؟ والله علشان تتفق ولا تختلف؟ وش وش وعد؟ ابغى اتزوج في اسرع وقت. تختلف ولا تتفق؟ الا اتفق. قل ليه؟ ليه؟ علشان يكبرون العام بسرعه. عشان يكبرون العام بسرعه؟ لا علشان مثلا انا يخونها كبر. لا من كبرت ولا شيء، لانهم معي. لا اله الا الله. ان شاء الله يرزقك ان شاء الله في اسرع وقت. كلنا ان شاء الله حاضرين زواج. اللهم امين ان شاء الله. طيب سعود انا ماني حاضر. هذا السؤال حلو. الكلام الجميل من خلف الجوال افضل من وجه لوجه. الكلام الجميل من خلف الجوال افضل من وجه لوجه. يعني الكلام حلو اللي من خلف الجوال افضل من اللي فيس تو فيس يعني بالانجلش. عيد السؤال بس اخر مره. عندي عندي. الكلام الجميل من خلف الجوال افضل من انه يكون وجها لوجه. عندي عندي عندي. اعرفه ولا ما اعرفه؟ صح صح والله. اعرفه ولا ما اعرفه؟ صح. تكفى يا زايد. والله العظيم هذه ناس ما قد اعرفه. انا على اسلم يا سلطان. اللي من الكلام الجميل لا صار وجه الوجه يوصل اكثر. ليه؟ لان غير ان الكلام الجميل الصوت. عيال ولد صلوا على محمد. عيال الصوت. لا انت يوم اقول لك كلام جميل يوم يكون فيس تو فيس ما يوصل بس الحروف لحالها، توصل الحروف والعين بتتكلم واليد بتتكلم والابتسامه بتتكلم، هذه كلها بتوصل. لكن يوم يكون من ورا الجوال راس مالك تبين ملامحك بالفيسات حقت الجوال، اما فيس ابو عيون قلوب ذاك ولا ابو. فانا اقول كلام الجميل اذا كان فيس تو فيس احلى من الجوال، لانه بيوصل معه العين وبيوصل معه الشيء ثاني. طيب انا ابغى اشوف اللي ضد سلطان هذا، ابغى اسمع منه. ليه ضد سلطان؟ قريت اللي ضد سلطان. انا خلاص قريت اللي اقول. ليه ضد سلطان؟ ليش؟ ليش تكون ضده؟ يعني ليه اتفقنا بالجوال احسن؟ ايه لاني استحي ما اشوف وجه بالجوال. يعني وجهك تستحي. اسد من خلفك. اي وجهك. طيب الصدقات الالكترونيه جميله. ايش؟ اكيد صدقات. الصدقات الالكترونيه جميله. ليش تختلف عن صديق الكتروني؟ شوف احنا حاطين اتفق. ليش تختلف؟ اسلم شو يضمني انها بتوصل له؟ كيف؟ شلون بدي انها بتوصل؟ شلون ادري؟
صداقات ما هو بالصداقات ها الصداقات اوه صداقات هو قلت الالكترونيه شنو؟ الصداقات يا ربع دقيقه الصداقات الالكترونيه جميله يا ربع دقيقه من زايد صحيح خلنا نسمع اسلم الصداقات الالكترونيه جميله تتفق او تختلف؟ اتفق صراحه اتفق طيب ليه تختلف؟ اختلف لانك انت تصادق شخص الكترونيا انت لا تعرفه ويمكن يطلع بازر يمكن يطلع كبير يمكن يطلع مراتي يمكن تطلع رجال انت شيء مخفي ما عندك فيه فانا ضد النقطه هذه ضد الصداقات الالكترونيه اي نعم ابدا طيب بس فيها معارف بس انت ما تداري وش اللي رشح على اصلا مغطى عزل عليك تلعب اصلا اتمنى منكم الصراحه فيه الزواج عن طريق الحب هو أنجح طريق للزواج. الزواج عن طريق الحب هو أنجح طريق للزواج. فكروا خذوا راحتكم ورفعوا يدي. طيب. ليش تتفق؟ سبحان الله. أفضل من شخص يعني تفضل الزواج اللي يكون عن طريق الحب. صحيح. طيب. ليش تختلف؟ أنا فضلك شطوة أخبر بحث كشطوة لحي ما تعرف وش وراه وش دونه فالحب بله تتباعات يعني طيب شطاكم تقومون معي تعالوا معي تعالوا قوم واحد هنا واحد هنا لا لا بس مهند مهند ما حد طلب مهند أبغاك محمد تحاول تقنع أنا أقنعك تعال تقنعك وبيك تقنع محمد شوف شوف الحب يمكن بعدين تشك فيها فهمت يمكن تكون اذا حبيتني حب تحب غيري بس اذا ما تدري وش وراها وش دونها ما تمشاك فيها وبدون معك هذه معتقدات خاطئه بالعكس في ناس واجد يمكن بنت عمك يمكن بنت عمك انت فيها شيء سوى حلو من يوم ترعبت وش صار انت تحبها لين كبرت طبيعي الوضع عادي انا اشوف هذا شيء زين بس انت ليه كنت تفكيرك بعيد انك حب خارج القبيله ولا لا يمكن بنت عمك يمكن بنت خالتك يمكن اقارب طيب يا شباب سمعتوا من اخوياكم مبسوطين انا طيب اللي يتفق مع محمد يحط اتفق اللي مع محمد يحط اتفق اتفق يا رجال خذ اتفق ابو ظافر تذهب ابشر محمد ضد الزواج عن طريق الحب لا لا حط اتفق يا رجال كلهم محمدين ايه انا معك يا ابو يا ابو ابو ظافر انا معك قلبا وقالبا ديت قلبك يعني الباقيين كلهم مع محمد محمد سراج محمد لا وضح لا وضح لهم المعلومه محمد ضاف وضح لهم المعلومه بس اسلم وضح لهم يا الربع الرجال ذا يقول اشرح لهم لا لا اشرح لهم انت علشان اشرح عن نفسي لا لا تشرح هو يقول الحب الزواج عم تقول الحب ما هي بزينه ما تدري وش خفاياها ما تدري وش اللي وراها وش اللي دونها فانا اقول الحب ما هو بلازم خارج القبيله يمكن بنت عمك يمكن بنت خالك مترعرع انت وياها من ذا الصغر فهذا شيء زين ترى نحب يا اخوي يمكنها اللي مع ابو ظافر اه ايش رايك يا رجال اللي مع ابو ظافر حط اتفق الله فراسك الكبير ها اتفق على شيء على العموم نرجع نقول كل واحد له وجهه نظر صحيح نعم نعم يا ترى انا واختلاف القضيه نعم بتاعك شاط وربحت راح احسن تضرح احنا زين طيب يقول التفكير في الماضي نقصان في العقل التفكير في الماضي نقصان في العقل ليه ما جت تختلف لو ما تراجعها بتكررها مرة ثانية لازم تسترجع يعني أخطائك وتركز فيها عشان ما تعيدها يعني ماجد عشان ما يتكرر خطأك مرتين يعني ماجد مع التفكير المستمر في الماضي لا بس راجع ماضيك يزين مستقبلك راجع ماضيك يزين مستقبلك يزين مستقبلك حلو ما قصر ليش تتفق يا معاذ والله يتفق أنا لأن الماضي من اسمه ما حلو رأسي وأفكر في أشياء ماضية وأشياء كدرت خاطري وتأثر علي في حياتي والأشياء المستقبلية اللي أطمح لها واللي أبغى أوصل لها. أنا أنت مع أنك ما تفكر في الماضي أبداً. ما أفكر في الماضي أبداً. أنت مع مقولة اللي فات مات. اللي فات مات وأمسح من حياتي حتى لو أنها على مستوى أشخاص أمحيهم من حياتي ولا عاد يبقى أحد. أسلم ماجد رد عليه خلنا. إنجاز يعني سويته مميز يعطيك دافع أنك تكمل. لا 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 أنا طالع القدام الشيء اللي أبغاه بطالع له قدام بوصل له والماضي ماضي ورا ظهري. مرة عندي سؤال اسلم مذكر عنده سؤال الربع خلنا نسمع مثلا انت الحين فقدت لك شخص غالي وصار ماضي تنساه بنساه اكيد لا ما انت مع الزمن بينسي والله ما تنسى مع الزمن بينسي هذه نقطة خلاف كبيرة طيب من اللي مع معاذ
مع الزمن يا شباب اللي يا مع معاد يحط اتفق يا جماعه الاشخاص مع الزمن اللي ماتوا ينسوا صوت عال عشان الجمهور يسمع، الجمهور وده يعرف وده يستمتع في هذه الجدالات اللطيفه الحلوه. فاللي مع معاد ان اي شيء فات ينسي خلاص ويمحي من الذاكره يحط اتفق. والله ماشي لو النام صل على النبي. اذا على مستوى اشخاص يا اخوي زايد، اذا على مستوى اشخاص اوكي احنا بمجرد يجون في بالنا بندعي لهم، هذا اكثر شيء نقدر نقدم لهم تمام. اما اني بقعد اكذب بس انت خاطئ. نقلت نفسك قبل شوي تقول لا حتى لو انه ايش. ايوه اوكي لكن ايش يقولون الشباب إيه حتى لو انه ميت؟ قلت له انه ميت خلاص انا بذكر بدعوه بس. والله ما اما اني بحزن نفسي وبتكدر ما يعني خلاص هذه سنه الحياه. الانبياء هم انبياء والمرسلين يعني اطهر خلق الله قد ماتوا، وباقي يعني ذكرهم والصفات اللي اخذناها منهم الى يومنا هذا. بس هذا العلم اللي عندي. ما اذكر عندك رد على كلامه؟ الله يطول عمرك يا مذكر. لا تشدها يا مذكر. نعم لا لا بشدها. ها؟ نعم عندي رد. اسلم. ابغاه يجاوب على السؤال. اسلم. كيف تقول؟ معاد جاوب على السؤال بكل صراحة. لا كيف تقول اني بنسى الماضي اول ما ساعك؟ ايوه. لانه يأثر علي في حياتي المستقبلية. سألتك سؤال قلت مثلا فقدت من حولك اشخاص. فقدت يا ولد شيء في حياتك كنت تحبه. كان مؤثر في حياتك، شيء اساسي في حياتك. وفقدته. بيصير عندك بتنساه مرة واحدة؟ قل ايه ولا لا. انساه مرة واحدة؟ ايه. انساه لكن اذا تذكرته بدعي له. اذا تذكرته يعني الماضي بترجع له بترجع. الماضي ما. انا صراحة مع كلام مذهب. الله يجعلني في ذاك. كلام مذهب. اتمنى طيب. من سبع. اغشش غيري في الاختبار. تتفق وتختلف. ايش؟ اغشش غيري في الاختبار. جاوب يا عيال. ايش السؤال؟ اللي ورا سلطان ليش تتفق؟ لا لا ما غش انا فليس مني على شيء. ليه تتفق؟ هل انت مع التغشيش في الاختبارات؟ انا والله ما اسمعك يا اخوي. طيب ليش تحط تتفق؟ ليه حطيت تتفق؟ انا غش انا الخيل اشقرا. السؤال كالاتي: اغشش غيري في الاختبار. اوه ما قد غششنا. يعني تتفق ولا تختلف؟ اتفق اني اغشش. ايه او تختلف؟ لا ما بغش. على حسب الشخص. كان غالي عندي بلا بغش. يعني تتفق انت؟ استغفر الله. على حسب. تتفق تتفق يا رجال عادي امر اللي تبيه. طيب انت شخصوني انت. كلنا نتفق يا زايد ما في احد ما يتفق. بس لا في شباب حاطين اختلاف. هل توقع لا والله نتفق. يدعي المثالية هذا. لا والله نتفق. اللي يقول لك يدعي المثالية. طيب محمد ليش تختلف؟ يا رجال يا رجال يا اخوي حلال. خلنا نسمع. اثنين سوا صوت عيال. صح ظلم صح؟ ماجد ليش تتفق ماجد؟ زايد زايد ضد الغش. زايد ولا غشش احد. زايد دقيقة انا انا بسمعك مستحيل. زايد ليه ما يقول مساعدة؟ ابغى اللي يتفقون. ليه ما انا 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 ثم مساعده. ليه ما يسميها مساعده هو من نفسه؟ ليه ما يقول بساعده بخليه يروح بدفه بخليه يستر؟ ليه ما يقول بخليه ينجح بخليه يعدي السنه بي؟ ليه ما يقول كذا؟ مساعده في واجب في تعطر سيارتك زي هو قال لك غش. ما تدري يمكن غش تجاري يمكن غش سوق يمكن غش شيء. ما قال لك هو غش اختبارات. انا قلت اغشش غيري في الاختبار. اختبار؟ ايه اتفق. اسمح لي اجاوب. اتفق اساعده. صح اجل اجل ماجد ليش تتفق ماجد؟ كنت بالاختبار ما ذاكر زين ساعده يعني ماجد يقول من الحين ترى ابراهيم جاي اخويا على المسرح انا بغششهم. ما باختبار البرايم اختبار سابقا. لا اختبار وفيها درجات. لا هذيك عاد كلهم زي بتغشش اخوياك ابراهيم ولا لا؟ بغششهم كلهم زي بغششهم يعني. لا لا ما بغشش حد البرايم. زين طيب عندي نقطه. اسلم اتحدى احد من الموجودين هنا ما قد غشش احد في اي اختبار. انا شفت اللي قال انا اللي يقول انا اللي قال انا اسوي مثل اللي قال انا. والله انه ما غشاش ولا يغش من الناس. والله انه ما غش. اقسم بالله هو اللي غش. زايد كذاب. عندي كلمه يا زايد. حرام عليك تغشنا كلنا. عندي كلمه. اسمع والله 81 عندي. طيب زايد زايد والله 81. انا ليه ما اقول التغشيش؟ يا عيال يا عيال قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. يا عيال صلوا على محمد. قولوا لا اله. ترى شككم على الشاشه مو بزين. عندي كلمه. قاطع اصوات بشكل كبير جدا. لا هناك يتكلم هنا يتكلم هناك يتكلم. خلونا نسمع بعض. انا اسف انا اسف ما عاد بعيدها. لبى كبدك. اسلم. بعض التغشيش زين لكن بعض التغشيش لا. انت لا انت تذاكر ولا شيء وتسقط دفعه بحالها. بتغش اخوياك في البرايمر. خلوه يسني. انا
أصدق أباضة. طيب هل تعلم أن أبو سلطان أباضة أي سيدي. غش في إبراهيم على طول استبعاد؟ أنا قلت أغششه؟ يا زايد صدام. أنا قلت أنا صدام، يعني أنا صدام أني بأفلح في أمري. عندي كلمة يا زايد. أما من ناحية الضاف هذا من نوع اللي بشم في سرواله، خذ العلم مني. ها أبو ظافر قبيل قلت كنت رافع عيدك متحمس انسحب يعني أنت شلون بالسعد؟ وش عندهم؟ يا زايد عندي كلمة إن سمحت ما شاء الله ما يشوف المكتب. طيب الجلسة مع الأطفال أفضل من الجلسة مع كبار السن. أتفق أتفق عطني أتفق. أتفق أو تختلف. أتفق. الجلسة مع الأطفال أفضل من الجلسة مع كبار السن. والله في ناس هنا بعد. ليه حسين تتفق؟ حسن. حسن. مع عيال عدلوني ترى لا في ما يخليها على سميك لا والله عادي عادي المال والبنون زينة حياة الدنيا يعني الشايب احيانا ما يتحمل المزح وذا فتكون رسمي اكثر مع لكن مع الطفل تاخذ راحتك اكثر يا عمري يعني انت تفضل جلسه مع الاطفال افضل من كبار زي ما جلس مع عبد الله انبسط طيب من اللي يختلف انا ليه اختلف طالما انا مستفيد منهم زاد كثر ما استفيد من الشيبان يعني اتوقع السؤال هذا يعني مثالي أنا بصراحة توقعت الكل مع رأيك لكن صدمت من زايد عندي رأي بس في هذه أسلم ألا أتفق ليه والشيبان كفار شوف كل واحد وشخصيته حلو أنا أتفق إني أجلس مع الأطفال أفضل من الشيبان لأني أقدر أغير في الأطفال هذول مني أنا شايب تستفيد فأنا بجلس أبني فيهم لكن الشايب أخذ من الحياة ما كفى طيب الشايب راح يقدر يغير فيك صحيح إيش الشايب راح يقدر يغير فيك يغير فيني أنا إيه يا سلام وأنا أقدر أغير في الطفل فأنا على قياس السؤال هل أنا أفضل الأطفال على جلسة الشيبان إيه أنا أفضل جلسة الأطفال لأن أبغى أغير فيهم أبني فيهم شيء حلو هذه نقطة جدل ما أسلم تختلف ليش؟ لأن البزارين أو صغار السن نستأنس معهم ونلعبهم ونسون صدورنا وكبار السن كذلك نستفيد منهم ونتعلم كل أبوهم والله عينين في رأس يا سلام عشان كذا نختلف عشان كذا الجواب كذا الجواب اختلف وش في النص اختلف واحب الاثنين احب الشيبان كبار السن ولا تعلمنا ولا تمرجل الا منهم ومن مجالسهم وبالزارين في الضحك والوناسه وبراءتهم تسوى الدنيا وما فيها وسلامتك سلم صادق سكيب خلاص طيب دقيقه اتحداك اذا فهمت جوابه لا واضح جوابه كيف اتحداك اذا فاهم جوابه فاهم جوابه يفضل الشيبان جلسه معهم افضل من الاطفال هذا فاهم كله وش جوابك وش نفس ما قال وش طيب قول له والله اللي قال افضل الشيبان جلسه سعيد انت ما جاوبت صح سعيد وقف وعط الشباب حاجه يتفقون او يختلفون فيها طيب يا الربع ركزوا بالسؤال زايد بن سابر افضل مقدم ولا لا حلو هنا ما اللي يختلف جواب والله اني والله بدي ما دقيق هذا نص والله يصقر تستاهل تستاهل والله يصقر عايض ايش عندك تختلف ايش عندك تختلف لا لا عايض ما تختلف لا دقيق دقيق لا 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 ليش تختلف ليه تختلف دقيق دقيق ليش تختلف لا كان افضل منك لا طلع محمد قول له الله لا 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 خطا 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 والله انه خطا لا لا مره سحب وجهي بقت ده سوي للحين رافع لا والله اصرخ ركان افضل ركان لا والله الصقر الحب الاول تدري من الافضل احنا نحب سلطان احنا نحبك الافضل نسخة الله عليك الله عليك طيب قول لا اله الا الله هاي جربت صح لبيت انا حسبنا بيصير طيب صلى على محمد الهنا أعزائي المشاهدين انتهت فقرتنا هذا اليوم أتمنى منكم تصلون على محمد تذكرون الله أبيكم عيال تشعلون هذا اليوم أبيكم تشعلون ذا اليوم شرب السعد فكوني منكم فكوني منكم جيبوا 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 جيبو